السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الذكاء الاصطناعي دخل في حاجات كتيرة جدا، منها موضوع الرسم. هو دلوقتي أصبح العلماء بيدوا له لوح كتيرة، مثلا لليوناردو دافنشي، لأي رسام مشهور، وهو يبدأ يرسم لوح زيها. احنا هنشوف أمثلة بسيطة لموضوع الذكاء الاصطناعي دوت. هو إن أي لوحة مثلا من اللوح، فبتبدأ تقول له مثلا عايز أحط حشائش جلاس بالشكل دوت، تمام، عايز احط دور مثلا، فبتحدد مكان الباب اللي انت عايزه، بتقول مثلا عايز اعمل سكاي او كلاود، هو بيبدأ يعمل لك كلاود في الاماكن اللي انت عايزها. يعني مش كلاود، اي لوحة من اللوح بتبدأ تختارها، وتبدأ تختار مثلا عايز احط باب هنا، هو يبدأ يعمل لك باب. طيب تعالى نشوف حاجة تانية مثلا. اهو انت هنا بترسم وحوش، يعني تقدر تقول له مثلا انا عايز ارسم وحش، هو الوحش اللي انت بترسمه بيبدا يشكله لك هنا. فانت بتقول له مثلا عايز الهيد بتاعه هو، وده الماوس بتاعه، والايرس اهي، وبتبدا بقى تقول له مثلا انا عايز اجنحه ليه. طب خلينا نشوف البادي بتاعه، الاسنان بتاعته مثلا هنا، الأجنحة بتاعته، وهكذا. وتقدر بقى ترسم الأجزاء بتاعته كلها، وتقول له ابدأ اعمل الوحش دوت، هو يبدأ يحول لك الرسومات ديت لوحش بالشكل دوت، وهكذا. في أوتو درو بشكل آخر، تبدأ ترسم أي حاجة وهو يحاول يخمن إيه الحاجة اللي أنت بترسمها. هو بيبدأ يقول لك دي شكلها فور مثلا، فيبدأ يحول لك الحاجة دي لفور زي أوتو كوريكت كده. دي حاجة بقى تبع نبيديا سيرش، بتبدأ ترسم أي حاجة وهو يبدأ يحولها لك هنا. يعني أنت مثلا عايز ترسم ايه، مثلا عايز ترسم حاجة في اللاندسكيب، وريكم مثلا كلاود، هتبدأ تعمل كلاود هنا وتقول له ارسم. في بتقول له تشيك هنا الأول، ده الكلاود هو اللي انت رسمه، تقول له مثلا عندي ضباب أو عندي مثلا مرتفعات بالشكل دوت. يبدأ يعمل لك ومنفعله بشكل ده. عندي مثلا صخور، فيبدأ يحط لك الصخور بالشكل ده. ممكن تختار أي لوحة، وممكن تبدأ ترسم بقى حاجة زي بشكل ده، أو هو يبدأ ياخد لك الحاجة دي، تبدأ يعمل لك حاجة بنفس الألوان بنفس الحاجة دي. في الكود برو بيقول لك ارسم شكل مبتسم. طيب اهو، هو بيبدأ يخمن انت بترسم ايه. هذا وجه مبتسم، يس. بيقول لك ارسم رامبو، فطبعا هتغير في الالوان. دي موضة. طبعا الكمبيوتر مش عارف احنا بنرسم ايه، احنا بنبدأ نعمل ما اعرفش صباع ماشي، الناس تكبر ثواني خلاص. اوكي ارسم حذاء. طيب ارسم يوجا. طب ارسم له اليوجا دي ازاي؟ برات شاي. طبعا بتبقى حاجة ظريفة شوية، أنا مش عارف أرسم له إزاي. أرسم الباندا.
وهكذا. إن الكمبيوتر اتعرف على 4 أشكال من 6 اللي أنت رسمتهم. فبيبدأ يديك بقى معلومات، بيطور بقى الذكاء الصناعي نفسه كل مرة ترسم.